خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار. والنهاردة الحقيقة قررت أكلمكم في حاجة بعيدة شوية عن مجريات الأحداث، وعندنا طبعا القصص، ونتكلم على المحافظات والسيول والبنسلين وكل حاجة، ونتكلم على أزمة البنسلين طبعا. لكن الحقيقة أنا بتفرج كتير على النشرات الاقتصادية، وده من هواياتي يعني، أنا بشوف النشرات الاقتصادية الدولية على طول، ولقيت ان في حاجه متناميه متصاعده العالم كله بيتكلم عليها واحنا ما نعرفش عنها حاجه خالص، اسمها البيتكوين. ايه هي البيتكوين دي؟ قلت لا لازم نعمل ريسيرش، وابتديت اشوف. النهارده شفت تقرير مثير جدا على CNN عن البيتكوين في كوريا الجنوبيه، وازاي ان في ناس بقوا مليونيرات بليونيرات يعني نتيجه متاجرتهم بالبيتكوين او التريدنج على البيتكوين. ايه هو البيتكوين ده؟ بيتكوين ببساطه هو عملة افتراضية، يعني مش جنيه ولا دولار ولا يورو ولا ين ولا ايوان ولا اي حاجة، هو عملة افتراضية على الانترنت، يعني ظهرت في 2009، عملة افتراضية رقمية موجودة، يعني مفيش عملة حقيقية تمسكها في ايدك اسمها البيتكوين، ولكنها عملة افتراضية ليس لها وجود مادي، لا يتم تداولها في الاسواق، يعني متقدرش تروح تشتري بنطلون ببيتكوين او عيش ببيتكوين، لا، هي عملة زي ما بنشتري مثلا الذهب على على الانترنت او في الماركت، احنا بنشتري البيتكوين في الماركت على الانترنت، ومش في كل الماركتس، مش في كل الاسواق، هي عملة غير مغطاة باصول ملموسة زي باقي العملات، يعني مثلا الجنيه المصري او الدولار او اليورو، كلها البنوك المركزية لها غطاء، لها غطاء من ذهب، لها غطاء من سلة عملات، ودايما احنا بنقول كده، بنقول انه العملة مش عايزين نطبع لانه الحقيقي منها هو ما له غطاء في البنك المركزي، فهي عملة بلا غطاء، ليس لها بنك مركزي تعود اليه، البنك المركزي بتاعها موجود على الكوين بيس بتاعها، البنك المركزي بتاع البيتكوين هو الكوين بيس الموجود فين؟ على الشبكة، على الانترنت، على الشبكة العنكبوتية زي ما بيقولوا عليها. لا يصدرها هذه عملة، لا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تتحكم فيها أي سلطة نقدية مركزية، ولا تخضع لأي جهة رقابية. بيتكوين مجنن العالم، لكن يمكن تحويلها الى عملات زي الدولار واليورو. حقيقة بقى فيها اي تي امز، يعني في كوريا الجنوبيه مثلا بقى في اي تي امز للبيتكوين، يعني تحولها مثلا بالدولار او تحولها باليورو وتاخد بدلها فلوس. هنقول لكم ايه الدول اللي بتستخدم البيتكوين وايه الدول اللي ما بتستخدمش البيتكوين. طبعا البيتكوين موجودة فين؟ البيتكوين موجودة في آلاف، بل يعني مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر. يعني فين البيتكوين دي؟ فين العملة دي؟ العملة دي موجودة في أجهزة الكمبيوتر، لا موجودة في بنك مركزي ولا موجودة في أي مكان. مؤخرا بقت موجودة في البورصات العالمية، ويعني أصبح لها وجود في بورصة شيكاغو مثلا، وده اللي عمل طفرة رهيبة جدا، وفجأة لقينا البيتكوين بأرقام رهيبة موجودة، بقى بيسمح بتداولها فين؟ في ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وفي مليونيرات في كوريا الجنوبية عملوا فلوس رهيبة من البيتكوين، وفي اليابان أيضا، وطبعا في بعض الولايات في أمريكا، في بعض الولايات، في الولايات المتحدة، وموجودة في شيكاغو، وموجودة في سان فرانسيسكو. إيه الدول اللي بتمنع التداول عليها؟ طبعا السعودية أصدرت بيان، يعني النقد السعودي، سلطة النقد السعودية أصدرت بيان تمنع وتحذر المواطنين من التعامل بالبيتكوين. مصر أيضا البنك المركزي نفى على الإطلاق أنه هو عنده أي تعاملات بهذه العملة الافتراضية، والمغرب ولبنان ودول طبعا أخرى كثيرة جدا يعني لا تتعامل معها، ولكن هذه دول تمنع التعامل معه. مصر بتمنع التعامل معاه، السعودية أيضا، والمغرب ولبنان. عايز أوريكم بس إزاي بقى فيه هوس اسمه البيتكوين. البيتكوين ده ما احنا بنقول مقوم بالفلوس، يعني مقوم يعني هو عبارة عن عملة، لكن مقومة بكام؟ الناس بتشتريها بالدولار أو بتشتريها باليورو. البيتكوين ده قلنا صدر سنة أول تعاملات عليه كانت 2009،
واحد اسمه سوتشي نوكامورا باين، ولا سوتشي مش عارفه ايه اسمه، صعب كده جدا. 2009، وابتدت بايه؟ ب 230 دولار، ثم ابتدى يبقى فيه تداول عليها ب 2000 دولار، وفضلت سعرها 2000 دولار حتى وصلنا، عليت شويه في 2014، لكن في 2017 فوجئنا بالبيتكوين عماله تعلى 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 تعلى، ومن ايام قليله خبطنا في سيلينج ال 17000 دولار. فاللي اشترى البيتكوين ب 2000 دولار وباعها ب 17000 دولار، او عدت ال 17000 دولار، بقى مليونير خلاص. تخيل بقى كام وحده بيتكوين عملها من شويه تريدنج على الانترنت وبقى مليونير. طبعا لها مخاطر وهنتكلم عنها، بس تعالوا اقول لكم ازاي الناس بتروح تشتري البيتكوين. قلنا نشوف يعني، فمجله بيزنس انسايدر قالت وشرحت ازاي الناس بتشتري البيتكوين. البيتكوين بيشتروها من على التليفون عادي مع الكمبيوتر، يعني مثلا ده ابل اهو، ادي الابس او التطبيقات اللي موجوده على تليفونك او على الكمبيوتر، وادي الكوين بيس ده البنك المركزي بتاعهم، ده الكوين بيس ده المكان اللي انت بتشتري منه البيتكوين. هنا ادي الكوين بيس، بتأدي اول خطوه بتروح دايس على الكوين بيس ده، بعد كده بيقول لك ادي الكوين بيس اهلا بيك، والبيتكوين برايس بتاعتنا كذا، سينس لاست ويك كانت كذا، زادت دولار و70 سنت، بس هي دلوقتي البيس بتاعها 969 دولار مثلا، عارف يعني عشان تبقى عارف. بعد كده بتدخل اسمك، وهو هنا بزنس انسايدر كانت عامله التجربه دي، دخلت الاسم وادي الايميل وادي الباسورد. بعد كده سيلكت يور ستيت، انت في انهي ولايه او انهي دوله، ثم انتر يور ادرس، بتدخل الادرس والسويت والسيتي وات ايفر، كونتينيو. وبعد كده تبتدي بقى تعمل كل الاجراءات، ويلكم كريس، ليتس جيت ستارتد، كومبليت ذا فولوينج ستيبس، تبتدي تمشي في الخطوات، تدخل بقى على البيمنت، هتدفع ازاي؟ هل هتدفع من بنك اكاونت ولا هتدفع بكريدت كارد وديبت كارد؟ دفعت، شكرا، ويل دان، انت اشتريت خمسه ما قيمته يعني خمسه، بتدفع طبعا فيه، بتدفع كمان زي مش غرامه، بتدفع تكلفه للخدمه للبيتكوين. واشتريت البيتكوين، اللي اشتراها في 2013 او 2014 حتى ب 2000 دولار، والنهارده بقت ب 17000 دولار ويزيد، واصله في الفيوتشرز في يناير المقبل 18000 دولار. ايه القصه دي؟ نصب مثلا؟ هل هي هتنهار في الاخر؟ ده اللي هنحاول نفهمه النهارده من الخبراء.